عجبك؟ هاي هاني غفل بالسيارة. لك مو مشكلة، بدك يهم هلا بحمله. طريف؟ ايه؟ أعطيني مفتاح السيارة بالله لو سمحت. تكرم عيونك، بس ليش؟ موبايلي نسيته عند زينب، بدي ارجع اخذه. خجلان مني يا رجل، انا بوصلك اذا بدك. لا ما في داعي، انت حمل هاني، ليك الزلمه شكله تعبان وبده ينام. حبيبي اذا بدك خليها لبكره الصبح، وانا بقول لها تبعت لك يا مع حدا. لا لا، في اتصالات لازم اعملها اليوم. لك خذ موبايلي تعال. لك ماني حافظ الارقام. طب بتعرف توصل؟ بعرف بعرف. طيب بدك انا اجي معك؟ ما عم بفهم ليش عم تعاملوني كاني ولد صغير. خلص تركيه على راحته، تركيه على راحته. طيب مثل ما بدك حبيبي، سوق على مهلك. اوكي اوكي اوكي، يلا باي باي. هلا من كل عقلك صدقت انه رايح لعند زينة؟ لك هلا وين رايح؟ بالله شو، ما سمعت هديك شلون كانت عم تنقله العنوان؟ قصدك ساندرا؟ لك طبعا، هلا عم تحجج بالموبايل. طب مو هذا اللي بدك اياه؟ ما بدي غير هيك. خلص شفتي بس تطلعي من القصه كيف بتزبط؟ في مجال تتركني شوي افرح بمنجزاتي؟ مو معقول انت طريف. اف دخيلك. جرير؟ في شي حدا صار له شي؟ هاني ابني؟ زينة زينة روقي شوي. أنا رجعت بس لأنه عندي رغبة كبيرة إني أرقص معك. كيف جيت لهون؟ جيت بسيارة طريف. كيف عرفت الطريق؟ زتيت مناديل على الطريق لحتى يكونوا علامة إلي بالرجعة لعندك. خولة بتعرف إنك هون؟ إيه أكيد بتعرف، لأني ببساطة نسيت موبايلي عندك. تفضل رد على موبايلي. يا خوخة، لقيت الموبايل؟ بعتقد عم بحكي معك منه. برافو عليك والله اللي عرفت توصل لحالك. وزينة كمان كتير استغربت، بس شكلها كل الطرق بتودي لعند زينة. ايوه. ايه طيب سلم لي عليها كتير وقول لها ميرسي كتير على الأكلات الطيبين. بتسلم عليك كتير وبتقلك شكرا على كل شيء. ايه سلم عليها كتير وقول لها رح نعيدها قريبا اكيد. وهي كمان بتسلم عليك كتير وبتقلك رح نعيدها قريبا اكيد. إلا رح نعيدها قريباً أكيد. يلا تصبح على خير خولة. وأنت بخير. لك طلع فعلاً مو رايح لعند ساندرا، طلع نسيان موبايله عند زينة. يعني خاب أملك. شو بعرفني؟ خلصنا بقى، أنا عملت اللي علي وحاجة. لك دخيل الله، هلا صار فيني نام. إيه بس ما رح يلاقي أحسن منها. لك حاجة بقى، حاجة تحكي مع حالك. لك ما مليتي؟ بكرة شوف شلون بده يندم، بس إمتى؟ بعد فوات الأوان. دخيلك يا الله. هلا انت وابو لهاني ليه تركتوا بعض؟ ذهب مع الريح. كيف يعني؟ هيك خرج ولم يعود، قال لي انا عندي مشوار روحوا برجع بعد شوي، وما عاد رجع. وهداك يوم وهذا يوم. اوف. بعد سنة ونص بعت لي ورقة الطلاق. وليش بقى؟ لاني ما بعرف اكوي. لا لا، انت اكيد عم تمزحي.